السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردت أن أوضح لكم كم مدة تقويم الأسنان. بداية أعزائي، كما نعلم في الأواني الأخيرة والفترات الأخيرة قد انتشرت جائحة أو ما يسمى بتقويم الأسنان، والتي نستخدمه كما نعلم لتصحيح مسار الأسنان ونموها. ولكن في الفترات الأخيرة هناك بعض الأشخاص الذين يتواصلون معي ويقولون لي بأنهم أن تقويم الأسنان يشكل عائقا كبيرا لهم ويسبب لهم العديد من المشاكل، حيث أنهم لا يستطيعون التناول بشكل صحيح ولا التحدث بشكل صحيح، وبالتالي يريدون أن يعرفوا ما هي المدة. بداية، هناك بعض تقويم الأسنان الذي يحتاج إلى فترات قليلة وفترات طويلة على حسب الحالة والأسنان ووضع الأسنان لديك. فبالتالي المدة المعروفة لتقويم الأسنان تتراوح من 6 شهور إلى 3 سنوات، وذلك يعتمد على حسب الحالة لدى أسنانك.